أبوها وراك يلا. العريس ما قدرش يمسك نفسه من الفرحة، وأول ما شاف عروسته نسي نفسه وقفشها في حضنه ومش عايز يطلعها، مع إنها لسه خطيبته ومفيش أي جواز رسمي. وأبو العروسة واقف وراه يقول له أنت بتعمل إيه يا ابني؟ فيديو غريب انتشر على السوشيال ميديا وقلب الدنيا بسبب اللي عمله العريس مع العروسة. رد فعل الأب كان غريب جدا، يا ترى إيه الحكاية؟ القصة بدأت لما انتشر فيديو كان واضح إنه من حفل خطوبة. العروسة كانت لابسة فستان سواري عادي مش فستان فرح، والعريس كان لابس بدلة بيضة، وكان مكتوب على الفيديو لما تحقق حلمك بعد 7 سنين. والناس كانت واقفة تقول للعريس أبوها وراك يلا، في مشهد غريب جدا كأنه في فيلم سيما. الحقيقة إن الفيديو كان باين فيه فرحة العروسة والعريس، وكان كله رومانسية وحب. لكن الغريب بقى كان تصرف العريس اللي قلب الدنيا وخلى سيرته على كل لسان. كمان عمل عليه هو وعروسته حالة هجوم شديدة من الجمهور، وده لأنهم معملوش أي اعتبارات للناس ولا حتى لأبو العروسة اللي كان واقف وهو في ربع هدومه. هجوم الناس على الفيديو كان بسبب تصرف العريس اللي ظهر وهو واخد عروسته في حضن عنيف جدا، وكأنهم في ليلة الدخلة مثلا مش مجرد خطوبة ودبل عادي. والحقيقة ان العريس كان باين عليه انه بيحب العروسة قوي، لكن برضو الحب او الارتباط اللي فضل 7 سنين ما يديلوش الحق انه ياخد العروسة الحضن ده كله، ده كان ناقص ياخدها ويطلعوا الشقة. كمان اللي زود هجوم الناس على العريس هو ابو العروسة اللي واقف ورا العريس، وكان باين انه مكسوف من اللي بيحصل وتحسه يا عيني في نص هدومه، وده كان واضح جدا لما وقف ورا العريس وكان عمال يشده وعايز يبعده عن حضن بنته، وكان بيقوله خلاص يا ابني خلاص. الغريب ان العريس ولا هو هنا كان عامل فيها من بالها وعمال يشد العروسة في حضنه اكتر. اما اصحاب العريس فكانت حكايتهم حكاية، كانوا واقفين يقولوا العريس ابوها وراك يلا، وكأنهم شايفينه مثلا واقف معاها في الشارع او بيقابلها في السر. وكل الناس اللي كانت في الخطوبة وقفت تقولهم خلاص كفاية كفاية يا عريس، وده طبعا لأنهم كانوا خايفين الموضوع يوسع منهم ويقلبوا الليلة من خطوبة لدخلة والعروسة تجيب عيال. العروسة كمان كان تصرفها غريب جدا وما عملتش اعتبار لأبوها اللي واقف وراها، وكانت بتشد خطيبها لحضنها ومتبتها فيه بشكل غريب، وعشان كده الناس كلها مسكتها هي والعريس سلخ وفضلوا ينتقدوا اللي عملوه ده، والتعليقات نزلت عليهم زي الرز. والكل كان بيقول لهم لما بتعملوا كده قدام ابو العروسة اما من وراه كنتوا بتعملوا ايه؟ ده انتوا فضلتوا مرتبطين 7 سنين، يا ترى حصل فيهم ايه؟ وناس تانية طلعت تقول امال هتعملوا ايه في الفرح. وكمان ناس كتير اتعاطفت مع ابو العروسة اللي ما كانش عارف يعمل ايه عشان يسيطر على الموقف، وكان يعيني عامل زي اللي اتدلق عليه جردة المية ساقعة، وده بسبب الإحراج اللي اتحط فيه بسبب بنته قدام الناس. انت كمان قول لنا رأيك في اللي عمله العريس مع عروسته.